أهلا بحضراتكم من جديد. الآن نذيع على حضراتكم تقريرا حول جلسات الاستماع التي يجريها مجلس النواب لمعرفة رأي الخبراء في التعديلات الدستورية للوقوف على رأي وأفكار كل فئات الشعب. موضوعات عديدة تناولها ممثلو هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة خلال الحوار المجتمعي، ومن بينها تمديد مدة رئاسة. النهارده احنا بنستشرف مستقبل وبنستشرف دولة بإذن الله تكون من الدول العظمى، بنستشرف أشياء كثيرة وهناك مشروعات كثيرة وست سنوات مدة يعني مش إبداع، إنما هي موجودة في معظم دساتير العالم ولا يعني، وبالتالي فإحنا النهارده بنواجه يعني ظروف أحسن، ظروف أفضل في وضع هذه المبادئ الدستورية اللي هيتم تعديلها بإذن الله. الحاضرون أعلنوا دعمهم للاقتراح المقدم لتعديل هذه المدة من 4 سنوات إلى 6، مبينين أن هذه المدة هي الكافية لتطبيق السياسات والأفكار والانتهاء من الخطط التنموية الموضوعة. وأنا ما بقى التعديلات بالنسبة لمدة الرئاسة دي أصبحت ضرورية تعديلها لمواكبة الظروف اللي بتمر بها البلد، خاصة الظروف الاقتصادية اللي محتاجة استمرارية ومحتاجة دعم لاستكمال المشروعات القومية اللي بتمر بها. ممثلو هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة أكدوا أيضا أن من شأن تمديد مدة الرئاسة هو خلق بيئة من الاستقرار في ظل نجاح مصر في الخروج من العديد من الأزمات الاقتصادية. نؤكد على أن فترة الرئاسة لمدة 4 سنوات دي فترة مقبولة جدا جدا لقلة فترة الـ4 سنوات بشأن سياسة الدولة وتطورها على المستوى الداخلي والخارجي.